موقع أنا السلفي في كتاب لقارئ الأخبار منص: اعلم أن أشرف الأمكنة والأوقات والحالات للعن عليهم اللعنة إذا كنت في المبال في دورة المية، فقل عند كل واحد عن التخلية والاستبراء والتطهير مرارا بفراغ من البال: اللهم لعن عمر، ثم أبا بكر وعمر، ثم عثمان وعمر، ثم معاوية وعمر، ثم يزيد وعمر، في كل واحدة عمر، ثم عمر دمر فارس، يعني قضى على فارس، يعني القادسية والمدائن دي كانت حرب يعني التاريخ لم يشهد مثلها إلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما حصلش إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما حدث في القادسية والمدائن ده؟ في المدائن بعد ما انتهوا من القادسية، كان سعد بن أبي وقاص كان مريض وكان عنده خراريج، حتى مش قادر يركب الفرس. الجيش بعد ما انتهى من القادسية هم فروا وحرقوا المراكب، عدوا الفرات وحرقوا المراكب. أمر سعد بن عبد وقاص الجيش يعدي الفرات بالخيل كده، وكان الفرات قد فاض وطفح زبده على جوانبه، يعني في أعلى درجة فيه. فمر الفرسان بخيولهم في الماء. هو يحكي بعضهم من الصحابة يعني يقول: كان الذي يرفعنا على الماء لا حول ولا قوة إلا بالله، وكنا كلما تعبت الخيل قيد الله لنا صخرة نستريح عليها، وكنا نتحدث مع بعضنا كما نتحدث على الأرض الثابتة، حتى مررنا إلى الجانب الآخر فرآهم الفرس فقالوا: مجانين. مجانين يعني جن. مجانين يعني إيه؟ يعني جن، دول لا يمكن يكونوا بشر. ففروا من المعركة. وكان كل بقى الإيه؟ كل الكنوز كانت في المدائن. كل الكنوز كسرى كلها كانت في المدائن. فلما دخلوا المدائن وأخذوها، أخذوا منها أشياء لا حصر لها، يعني التاج بس من الذهب والمرصع بالياقوت وغيره كانوا بيرفعوه بونش اللي هو زي البلانكو كده ببكرة، والرجالة تسحب كده الجنزير عشان يرفعوه، وما كانش بيتحط على دماغه، ده كانوا بيرفعوه وينزل كده ويفضل معلق كده فوق راسه من ثقل وغير السوارين وغير وكنوز، يعني اتوا بايه؟ بجرتين كبار كده بعد ما قسموا طبعا على العساكر وودوا بيت مال المسلمين. فالعساكر لموا من بعضهم جنود وقالوا لايه؟ الجرتين دول بما فيهم بتوع مين؟ بتوع الجند. قالوا: احنا هنديهم لعمر هديه رضي الله عنه. اما راحوا اداهم ادوا لعمر وبسطوا السجادة اللي كانت في القصر، قطعوها أجزاء عشان ما قدروش يحملوها، ما قدروش يحملوها. ففرشوا بقى الحاجات اللي جايبينها البيت مال المسلمين. فعمر لما نظر فيه قال: إن رجالا أدوا هذا لأمناء، يعني رجال يجيبوا ده الحاجات دي ويسلموها البيت مال المسلمين لأمناء. فقالوا: هاتين الجرتين لك. فقعد يبص فيها الحاجات اللي فيها ما يعرفهاش، لؤلؤ وياقوت ومرجان وزبرجد وبتاع وحاجات زي كده ما تعرفهاش العرب يعني. فالمهم زي احنا مثلا لو اتعرض علينا حته ماس نرميها في الزباله نقول دي ازازه مكسوره، مش كده؟ فعمر خدهم وحطهم ونام، وقام الصبح اتوني بالايه؟ ايتوني برسل سعد بن ابي وقاص، ايتوني برسل سعد بن ابي وقاص. فجم قال لهم: خدوهم وزعوهم. هذا امير المؤمنين، هذا حقنا. قال طول الليل ناس يشدوني الى النار بالجرتين دول. قام سلم الجرتين وهو هيضعهم في بيت مال المسلمين، وهو كان سيضعهم في بيت مال المسلمين، لكن الحساسيه اللي موجوده عند الصالحين ممكن ما تكونش موجودة عند غيرهم. لأن يعني الأخت بشر الحافي كانت صنعت لزوجها يعني لباسا يلبسه، فكان كل ما يلبسه يهرش، مش قادر، مش طايقه. فأتى بي قال: ما كيف صنعت هذا؟ قالت: صنعته على نور العسس في الليل. العسس اللي هم العساكر اللي بيمشوا بالليل، فكانوا بيمشوا في الحواري والطرقات يرفعوا فوانيس كده
ينوروا بيها ويمشوا. فكانوا بيقفوا عند بيتها، فهي قاعدة في البيت تغزل على نور الايه؟ على نور العسس. فأتت هي إلى أحد يعني الإمام أحمد رحمه الله، فقالت له: هل يجوز أن نغزل على نور العسس؟ فقال: من هذه؟ قالوا: أخت بشر الحافي. بشر الحافي كان أحد الزهاد يعني الكبار يعني. فسكت يعني، هي مثل هذه لا يقال لها نعم يجوز الاغتسال. هذه الحساسية الشديدة لدى أهل الصلاح من الشبهات، لأنهم يدعون ما ليس به بأس خوفا مما به بأس. دي درجة الورع، دي درجة الورع. فعمر رضي الله عنه قال لهم: أنا طول الليل ناس بتشدني يدخلوني النار، يسحبوني إلى النار بسبب الجرتين دول. فالمسلمون غنموا غنائم في المدائن وكسروا الفرس، فده كان فيه حنق شديد على عمر رضي الله عنه بالذات.